عارفه بالثائر. أنا نقبل كلمة جرد اللي قالها علينا قرد القرود، وما نبيش كلمة مجاهد. ليش؟ لأن كلمة مجاهد وبطاقة فيها مجاهد حتى العايدون داروها. المهم الخيرة في الواقع. رسالة إلى كل من لم يأخذ عبرة بمعمر القردافي قرود أفريقيا. يا أزلام النظام السابق، يا بايعين الضمائر، يا شدادين الأفاق، يا متسلقون، يلي يوم أني نبي نسأل سؤال في هذا اللقاء. يوم قرد القرود قال سأزحف أنا والملايين ورمية مناشير في منطقة الرويصات، وصبحنا 30,000 في مصراتها، في اللي يدور في فلوكة في السواوي بيمشي فيها المالطة. أنا خليفة لمالي لشهب، أحد المحرضون على الثورة، كنا نباتوا في مركز مرور مصراتة 36 نفر. وبلا جميل، هذه رسالة من أبناء مدينة مصراتة المجاهدة إلى جي فناتنا، وسبقا بعثناها ليه معمر القردافي قرد ورود أفريقيا. صدقنا في الوعد ودخلنا إليك، ونقول لك بالصوت العالي كما عهدتها مني من أيام مجمع المحاكم. 42 عام من الظلم والجهل والفقر والاستكراد والاستعباد. يا بايعين الضمائر، يا متسلقون، ما عاش فينا فخرة باش تطمحوا فينا. معمر 42 عام خلانا زي الدراويش. وسبق وان دزينا له رسالة قدام مجمع المحاكم يوم 23/2، يوم دز المناشير في الرويصات وسمانا قبيلة قبيلة، وصبحنا في مصراتة 30,000 بعد من 500,000 في اللي في السواوة يدور في فلوكة يا رفيع المالطة. وقلنا لك سوف ندخل إليك، ودخلنا إليك في خيمتك وفي عباتك وفي باطك المشروك وفي حلمك وفي خيالك وفي فكرك لقدام وفي باب العزيزية اللي هدول الفرنسيس على راسك. خشينا لمزرعتك وما تبغك وحمامك حاجة الحضور. قسما بالله رفعت ورغانك اللي كانت ترقد على صفية فركاش، ومرة مرة تهرب منها في جامع الفاتح مدير خن انت وكرانية ابو شفشوفة. الله اكبر. هذه رسالة ثوار وابناء مدينة مصرات المجاهدة الى كل من يا ناس ما خليتوش عبرها من قرد القرود. والله العظيم بإذن الله وبالسلمية وبالقوة الجبرية ما هو ماسكها الا اللي نبوحنيها. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.